With all. مساء الخير وتقبل طاعتكم جميعا متابعينا ومشاهدينا من خلال مارينا اف او مارينا تي في ويانا في برنامج وصال كل يوم تسمعوني انا عمر القصاص من الساعه 12 للساعه 1 ما عدا يوم مع الساعه 1 اما ضيوفنا قبل لا اعطي اي مقدمات فمؤمن ايمان تام ان اليوم مختلفين وما سيطرح مختلف زاويه جديده بعد جديد حريصين كل الحرص كمارينا اف ام ومارينا تي في ان نقدمه للناس ولأهميته ما نقول هذا الشيء يعني آه لمجرد ان فكره جديده طريقه جديده زاويه جديده بالعكس يمكن هذه الزاويه موجوده ويانا كل يوم بحياتنا لكن احنا موعي لها 100% ضيوفنا اليوم من جمعيه انسان الخيريه تتمثل برئيس مجلس ادارتها الدكتور عثمان الخميس وايضا مدير العام مبارك سالم العازمي وايضا الشيخ نواف السالم مساكم الله بالخير جميعا حياك بس الله. شيخنا لو تقرب للمايك اكثر او المايك يقرب لك اللي تامر عليه مشكله حياكم الله الله يحفظكم ويبارك فيكم دكتور عثمان كونك رئيس لهذه الجمعيه وقبل ان ندخل في اي تفاصيل تخص الجمعيه خلنا نعطي يعني الناس شوي فرشه سريعه عن الاعمال الخيريه اللي قاعد تصير برمضان وتواصلها لسنوات طويله مو اليوم ولا اليوم يومين العمل الخيري موجود عندنا برمضان او طول السنه لكن سبحان الله برمضان ينشط شنو شنو اسباب هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء اشكركم على هذه الدعوه واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لكم في اوقاتكم واعمالكم وجهودكم. الامر الثاني بالنسبه للاعمال الخيرية في دولة الكويت ودي اقدم بمقدمة تفضل حقيقة يعني شيء يرفع الراس شيء يثلج الصدر اللهم لك الحمد يعني لله الحمد انا استطيع ان اجزم ان شاء الله تعالى ان الكويت رقم واحد في العالم على مستوى العالم نعمة من الله على مستوى العالم الكويت رقم واحد في الاعمال الخيرية وذلك لاسباب كثيرة جدا من اهمها لله الحمد والمنة حكومتنا أه حيث انها يعني سهلت هذا الامر وفتحت المجال للجمعيات والمبرات واهل الخير هذه نعمه عظيمه جدا. الامر الثاني ما جبل عليه اهل هذا البلد من فعل الخير ومحبته والحرص عليه واثر هذا في المقيمين الحمد لله في هذه البلاد ايضا فصاروا ايضا يبادرون في اعمال الخير ثم كذلك غير الكويتيين وغير المقيمين يعني ناس من برا الكويت خاصه من الخليج من قطر من السعوديه من الامارات من البحرين من عمان ومن غيرها من البلاد احيانا يريدون اعمال خيريه ياتون عن طريق الكويت. وكان الكويت اصبحت مركز للعمل الخيري والانسانى نعم 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 ليس كان هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع نعم هذا الواقع وهذا الشيء يثلج الصدر انا اذكر حادثه بسيطه تسمح كنت حاضرا يوما في مجلس وانا لا اريد ان يعني انقص من قدر احد ولكن اريد ان اذكر ما حصل ما حصل كنا في مجلس في دوره او شيء فتكلم احدهم فقال على مستوى العالم الخليج رقم واحد في تقديم المساعدات لله للناس خليج على رقم واحد ثم قال والأولى السعودية الثانية قطر الثالثة الإمارات أنا أسمع ساكت ما كيف خلي يقول أبي فواحد سأل وظن السعودي فقال له وين well, الكويت السعوديه الاولى قطر الثانيه الامارات الثالثه وين الكويت؟ قال لا انا اتكلم عن اللي يتنافسون. أيه. سبحان الله. الكويت بروحها. يقول الكويت لوحدها بروحها تغرد لوحدها. سبحان الله. لا ينافسها احد انا اتكلم <applause> عن الذين يتنافسون. حقيقه يعني اثلج صدري زين وانا اتمنى طبعا كل بلد من بلاد الاسلام يكون فيها مثل هذا واكثر. لكن اتكلم عن الواقع. فهذا الامر وخاصه في رمضان ما شاء الله الناس تزيد. يعني صدقاتها ويزيد حرصها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث انس كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم صحيح. فالناس هنا لله الحمد والمنه من هذا الجانب يبردون الشرد اللهم لك الحمد واذا الشيء بالشيء يذكر يمكن السنه اللي طافت اذا تذكرون صارت فزعه الكويت نعم فزعه الكويت كم كانت؟ كانت ما يقارب ال 10 مليون 10 مليون كويتي هي مجرد فزعة نعم يعني لحظية نعم يعني سريعة نعم يعني ما فيها استعداد لكن اليوم الناس تستعد لرمضان وتستعد للعطاء في رمضان تستعد للأعمال الخيرية ويمكن لو أبي أسأل الشيخ نواف سالم أبو محمد هذه العادات والعبادات التي يعني فضل من الله تربينا عليها والله أنعم علينا فيها من إحنا صغار وصارت عبادة وعادة في نفس الوقت نعم شيء هذا ما بيوم ولا يومين فيعني اكيد خذاله بعد للسنوات يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خير اخي الكريم على هذه الدعوه الكريمه تشرف وفي هذا الشهر المبارك وصلى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لمرضاته وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر حقيقة يعني ما تفضل فيه شيخنا وحبيبنا الشيخ دكتور عثمان الخميس يعني كفى وفى وبيّن أهمية العمل الخيري وبيّن أن العمل الخيري في الكويت يعني نقطة مضيئة وهذا منذ القدم يعني ليس وليد اللحظة أو السنوات الأخيرة ولكن منذ القدم بفضل الله عز وجل يعني أهل الكويت جبلوا على التبرع وعلى كما وصفتهم بالفزعة وحقيقة هذا الأمر سبحان الله أصبح شيء كما تفضلت يعني مغروس ويورث لجيل بعد جيل يعني تجد هذا الأمر سبحان الله في كل مكان حتى في خارج الكويت يعني أنا كان عشت فترة من حياتي خارج الكويت في, في, في أمريكا تحديداً حتى سبحان الله تجد هناك وهذه من الامور يعني التي تدعو حقيقه الى الى الفخر ان غالب غالب المنظمات الاسلاميه سواء الدعويه او الخيريه التي استمرت لسنوات طويله ولعقود وسبحان الله يعني اصبحت مظله للعمل الخيري في امريكا تجد ان اما ان يكون المؤسسون طلب كويتيين أو أن يكونوا جزء من المؤسسين. وهذا سبحان الله يعني مفخرة ويعرفه كل من عاش في تلك البلاد، وفقط أمريكا مثال ولا هذا الأمر موجود أيضا في عامة البلدان التي يعني يتواجد فيها الكويتيون إما بشكل يعني طلبة أو تجارة أو ما إلى ذلك. فالمقصود أن كما تفضلت تفضل شيخنا ان هذا الامر جول عليه اهل هذه هذه البلاد فضل سبحانه وتعالى ويعني ان يمدوا يد الخير ويد المساعده دائما وابدا وخصوصا في هذا الشهر الكريم وانا حقيقه فقط حتى يعني اذا اذنت لي ينتقل الكلام لاخونا وحبيبنا المدير العام مسالم تو شرفنا يعني فقط سبحان الله كنت دائما اسمع منه جزاه الله خير ان في اي مشروع يطرق مثلا او يطرح من قبلنا في القطاع العلمي وربما نتكلم بعد قليل ان شاء الله تعالى عن نعم. يعني اهميه القضاء العلمي والدعوه الله سبحانه وتعالى ونشر العلم سبحان الله دائما يعني كان يطمئني يقول ابو محمد لا تحاتي موضوع الدعم بفضل الله عز وجل اللهم الحمد يعني عودنا الناس واهل الخير ان بمجرد ان يتم الاعلان عن هذا الامر وهذا المشروع اللي طبعا يكون بشفافيه ووضوح واهداف واضحه وطبعا في قنوات رسميه والى يعني. اخره دائما جزاه الله خير يقول ابو محمد ابد يعني بشر او او يعني طمن الاخوه في القطاع العلمي ان كل ما يطرح ان شاء الله من قبلكم ويتم الموافق عليه من قبل سدارة وفي خدمه ل آه يعني المسلمين سواء داخل خارج الكويت لا تحاتي الدعم العلمي سيغطى باذن الله يعني مباشره من اهل الخير لانهم كثر الذين يريدون يعني ان يساهموا في الدعوه الله سبحانه وتعالى وهذا يعني. اللهم لك الحمد توفيق من الله ونعمه الامن والامان اللي احنا يمكن عايشين فيها وايد ناس يربطونها بالعمل الخيري ان اليوم احنا فعلا نعمه الامن والامان اللي عايشينها فضل من الله وتوفيق لكن المهم والاهم ولا ان شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ لا صحيح هذه النقطه الرئيسيه ان اليوم الله نعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى الهم ان نشكر عشان الله يزيدنا من النعم بما ان الشيخ نواف يعني نقل المايك خلاص الى الشيخ واحد. مبارك العازمي مدير عام جمعيه انسان الخيريه، اول شيء مساك الله بل... مساك الله بالخير وتقبل لطاتك. حياك الله يا ابو وحيا الله مشايخنا الله يحفظهم ويبارك فيهم معذر على التاخير. لا تمون عليك مدير الله. الجمعيه ما نقدر نقول لك شيء. جزاك الله خير يا <applause> الله يسلمك. وسالم اكيد برمضان مخصصين مشاريع مختلفه عن بقيه السنه. لكن هذه المشاريع انبنت على رؤيه بنت على استراتيجية بنت على رسالة جمعية إنسان ودها أنها تقدمها شلون كانت؟ جزاك الله خير يا فيصل انا استاذنك واستاذن مشايخنا ودي اتكلم عن نقطه قبل نمهد يعني فضل. للجمعيه عموما ثم ندش الجمعيه يمكن تفضلوا المشايخ ويمكن السمة او الـ الـ الشكل الغالب على الجمعيه هو الاهتمام في الجانب العلمي <applause> انا ما راح اخوض وايد في موضوع العلم واهميه العلم وانظر في هذا الجانب يكفيني ان يعني من اعظم المطالب ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فالعلم مطلب عظيم لكن راح اتكلم عن جزئيه ابو خطوره الجهل واليوم اتكلم مو بس خطوره الجهل على الامه الاسلاميه خطوره الجهل على الانسانيه جمعاء صحيح اليوم نرى مثلا في شق الديني البدع التي تنتشر الجهل والإلحاد اللي ينخر في الشباب الإرهاب اللي دمر دول كاملة صحيح ترى إشكاليته خلينا نقول الفيروس ماله الجهل 100 الجهل 100% البيوت اللي تنهدم في الجانب الاجتماعي الجهل في جانب الاجتماعي الاقتصاد علم الاقتصاد اللي دمر كذلك مؤسسات عظيمه وكبيره. فالجهل خطورته كبيره ومتعديه. اليوم لما نقول احنا مثل ما يعني اخواتنا في الجمعيات الثانيه تتصدى للاغاثه واطعام الطعام ترى العلم يعني منبر وهدف جدا جدا سامي ومثل ما ذكرنا بمختصر ان الجهل كيف يدمر حتى سبحان الله اليوم احنا قاعد نشوف في الجانب مثلا الطبي وصحي كيف الجهل بالاجراءات او بغيرها كيف قاعد يدمر وييتم يعني اطفال وغيرها. اما عن المشاريع فانا ودي اتكلم عن مشروعين. طبعا. مشروع داخل الكويت ومشروع خارج الكويت وكذلك يعني ادخلنا بالمشروعين العلم. سواء علم ديني وعلم يفيد الانسان في دنياه. ولما اتكلم عن داخل الكويت يعني قد تكون في كلمه ان ليش تروحون برا تخلون اللي اللي قريب منه لا احنا الحمد لله يعني وكل الجمعيات مو ناسيه اللي لكن فضل الله سبحانه وتعالى الخير اللهم بارك في الكويت جدا جدا كثير يعني لكن مع هذا يعني بتوصيات مجلس الاداره انه لا يعني اول شيء نشوف الحاجه اللي داخل ثم يعني ننتقل لبرا داخل الكويت راح اتكلم عن مشروع خذ بيدي فكره المشروع مميزه صراحه بدال انا اتي الى الاسره المحتاجه واليوم ما انا اعطيها وباكر بيت الزكاة يعطيها واللي بعده اللجنه الفلانيه تعطيها اليوم ليش ما نشوف سبب اشكاليه هذه الاسره ليش الاسره غارقه مثلا في الديون سبحان الله ترد الى موضوع الجهل فتلاقي ممكن عنده جهل باداره ماليه ممكن عنده جهل في كيف يقود حياته. اليوم خذ بيدي نبحث عن يعني الاشخاص ونطور ذواتهم نستخرج اعظم شيء فيهم وبالعلم يعني ناخذ باياديهم الى يعني الحياه. بس مره ثانيه ابو سالم اذا تسمح شلون شلون تخرج افضل ما فيهم وتنقلهم من الجهل الى الحياه؟ انا اقول لك الان عندنا خلينا نقول مجموعه خلينا نقول 200 اسره ممتاز. هذه 200 اسره فيها عناصر فعاله داخل اما الابناء اما رب الاسره لكن ما هو عارف يظن الطريقه لمثلا لي لكسب الرزق واحده احنا لا نفتح له وايد مجالات ناخذ هؤلاء الـ يعني خلينا نقول المتميزين نعمل لهم دورات مهنيه متخصصه وراح اقول لك قصه لاحد الاشخاص كان الرجل ما يلاقي ايجار شقته وضارب اسره وكل ما يروح يطق باب وظيفه انا وظيفة يعني هذه السي في مالي رجل السي في ماله جدا متواضع وجدنا ان الرجل عنده شغف اعلامي عاد <applause> تاخذون حق <الـ> تشرف شغف اعلامي فالرجل بعد دخوله عن طريق الجمعيه في دورات متخصصه في التصوير ابو فيصل اليوم هو احد المتبرعين في جمعية انسان تبارك الرحمن الرجل عنده ستاف من ثلاث اشخاص وهو كذلك الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ان هذا المشروع فتح له باب ليتعلم مهارة التصوير والمونتاج وغيره الفترة الفترة. الفترة تقريبا 18 يوم فقط دورة يعني نقدر نقول اصيغ الكلام اللي ذكرته ابو سالم بطريقة ثانية عشان تكون الصورة واضحة للمس... للمستمعين والمشاهدين أن اليوم مشروع خذ بيدي يجمع التبرعات لا لإعطاء ال... الأسرة المحتاجة المبلغ صح بل لأخذ بيد هذه الأسرة حتى تكون أسرة منتجة نعم وإهي بنفسها تعطي الفلوس حق نفسها صح يعني انا بضيف بضيف تفضل شيخ. ابو سالم. تفضل يعني جزاهم الله خير اللي يقومون فيه الاخ ابو سالم يعملون دورات لهذه الاسر او لهذه الافراد صار رب الاسره وفي بنات واولاد نعم ذكور واناث زين كل واحد على حده يعملون سبع ثمان دورات دوره في المحاسبه دوره في التصويت دوره في اداره العمل دوره في اذا كان في اشياء ثانيه الكمبيوتر كذا طيب سبع ثمان دورات مدفوع ثمنها ما يدفع شيء بس يجي ويحضر وعقب ما يخلص من الدوره نكون حنا مرتبين مع شركات كبرى او متوسطه او حتى صغرى مرتبين معهم عندنا ناس عندهم شهادات حنا نعطيهم الشهادات والدورات هذه حنا نرتبها ايضا مع متخصصين نعم وايضا بعضهم متبرعين وبعضهم يدفع لهم من اموال المتبرعين وياتون عندي الان سي في مالي غير عندي ونوفر له العمل هذه زاوية مختلفة تماما ويمكن تكون جديدة إذا ما ببالغ لكن شنو قيمتها وشنو فعلا تقدم لهذه الأسر اليوم أنا ما أعطيت الإنسان مرة واحدة بل أعطيته الاستدامة أعطيته المبلغ المحتاجة اللي هو بنفسه يطلعه ما أعطيه تبرع كل مرة يعني أبو فيصل يكفي من كلام أبو سالم خلال ستة أشهر جاي تبرع ستة أشهر ترى مو مدة طويلة من سويناه للدورة ونجح فيها الدورة تأخذ لا يمكن شهر أو 45 يوم دورات مجموعة دورات خلال 45 يوم عقبها بثلاث أشهر قام يحصل بدا هيك صح الله يبارك احنا مستمرين راح نتكلم عن المشروع اللي برا الكويت لكن خلني اطلع فاصل قصير جدا وارد لكم خلكم ويانا مستمعينا ومشاهدينا من خلال مارينا ثامه ومارينا تي بي ويانا في برنامج وصال اليوم اعضاء وقامات في العمل الانساني والخيري داخل الكويت من جمعيه انسان الدكتور عثمان الخميس وايضا مدير عام جمعية إنسان الشيخ مبارك العازمي وأيضا المهندس نواف محمد السالم خلكم ويانا بريك سريع ورد لكم مساكم الله بالخير مرة ثانية احنا مستمرين ياكم في برنامج وصال تسمعونا من خلال مارينا اف ام او تشوفونا من خلال مارينا تي في كل يوم برمضان من الساعة 12 للساعة 1 ما عدا يوم الجمعة الساعة 1 وياي انا عمر القصاص وايضا من الاعداد اخوي محمد عبد الرحمن ومثل ما قلت في بداية الحلقة ان حلقتنا اليوم مختلفة زاوية جديدة قاعد نحاول ان نبحث في خفاياه ونشوف العمل الخيري والتطوعي بالكويت شلون صاير اليوم يانا يعني جمعيه انسان الخيريه مع الدكتور عثمان الخميس وايضا الشيخ مبارك العازمي وايضا المهندس نواف السالم حياكم الله مساكم الله بالخير مره ثانيه يمكن قبل البريك أن قاعد نتكلم وياك بخصوص المشاريع اللي تصير عندكم في الجمعيه وذكرت ان في شق داخل الكويت وبرا الكويت لكن قبل لا تنتقل الى المشاريع الخارجيه ابي تكلمني اكثر عن المشاريع اللي تصير داخل الكويت وايضا اذا تبي تضيف في مشروع خذ بيدي اللي تكلمنا فيه قبل البريك. اي نعم احنا طبعا الجمعيه مثل ما انا بينت اول شيء ان الجمعيه تهتم في شق العلم فاحنا عندنا تقريبا 80% من برامجنا هي علميه أه سواء كانت علميه شرعيه او مهنيه او اجتماعيه نعم. او في هذا الجانب. مشروع خذ بيدي هو مشروع داخل الكويت في خطة رمضان تقريبا عندنا عشر مشاريع خمسة داخل الكويت وخمسة خارج الكويت في الجانب خلينا نقول الخيري أو الإغاثي عندنا نموذج خذ بيدي أحد النماذج لكن المشاريع اللي داخل الكويت المتميزة إن شاء الله أكثر من كذي في مشروع عندنا علمي داخل الكويت وهو مشروع مدرسة وأكاديمية ورثة الأنبياء هي عند الشيخ نواف الله يبارك فيه لو نقلل المايك آه أيه أيه أنا ها حلو الباصات اللي قاعد تلعبونها خاف من التفقيم دا دا من وراي قبل لا تقولوا لي مدفونه هذه نعم خلاص وسالم تبي تنقل المايك ايه ايه دايركت؟ نعم. دا ممتاز الشيخ نواف يمكن قاعد يتكلم عن مشروع ورثه الانبياء و وبما انك ماسك القطاع العلمي في الجمعيه وتكلم ابو سالم قبل شوي الله خير على اهميه العلم والفرق ما بينه وما بين الجهل والجهل شنو ممكن يسبب لهذه المجتمعات فلو تزودنا من معلومات اللي تملكها اتجاه هذا المشروع مشروع ورثه الانبياء تفضل نعم جزاك الله خير ولا شك مركز ورثه الانبياء او في السابق كان مسمى مدرسه ورثه الانبياء وهي تعتبر يعني نستطيع ان نقول النواه أو حجر الأساس اللي قامت على جمعية إنسان نعم. يعني كان في البداية يعني كان التركيز من قبل شيخنا الله يبارك فيه الشيخ الدكتور عثمان الخميس المؤسس لي يعني مدرسة ورثة الأنبياء ثم اللي استمرت أو كانت انطلاقتها في 2009 يعني قرابة الآن تقريبا 14 سنة أو 13 سنة وهي طبعا مدرسة شرعية يكون يعني مقرها في عدة مساجد في دولة الكويت ومشاركه نخبه من المشايخ والدكاتره في الشريعه لطرق او لطرح العلوم الشرعيه وهي معروفه لدى يعني عموم طلبه العلم في الكويت بل نعم. حتى خارج الكويت فكان لها اصداء حقيقه يعني كبيره ونافعه وكان فيها الطموح كبير يعني تخريج علماء فارتات حقيقه الجمعيه ممثله مجلس الاداره جمعيه انسان بان يعني لابد من وقفه تقييمية لهذه الدورات اللي اصبح عمرها كما قلت تقريبا قرابه 15 سنه الان نعم وخرجت بفضل الله عز وجل يعني اكثر من دفعه فبحمد الله عز وجل تم يعني تقييم هذه التجربه الثريه حقيقه والاستفادة من السلبيات والإيجابيات والآن إن شاء الله تعالى بصدد أن تعود مرة أخرى تحت مسمى مركز ورث الأنبياء حتى يكون هذا المركز يعني هو المظلة العامة لجميع الأنشطة الدعوية أو العلمية في جمعية إنسان من خلال القطاع العلمي فان شاء الله ستكون يعني انطلاقه يعني دورات ورث الانبياء بنستطيع ان نقول بين قوسين بحلتها الجديده في شهر 9 ان شاء الله تعالى القادم فيعني هذه دعوه يعني على الهوى كما يقال لمحبي العلم الشرعي وطلبه العلم ان شاء الله ان يترقبوا يعني مدرسه او دورات ورث الانبياء باذن الله عز وجل ستكون بحله جديده وباذن الله عز وجل تتوافق وتتناسب يعني مع الأوقات ومع المستويات العلمية المختلفة فهذه الدورة يعني الآن الهدف منها أو الغاية منها إن شاء الله تعالى في انطلاقتها الجديدة هي أو هو نشر العلم الشرعي نشر العلم الشرعي يعني ربما هذه كانت قبل يعني عند بعض الناس نوع من العقبات يقول كيف أنا حضر الدرس الفلاني لا بد أكون حاضر كذا أو هذه الدورة مبنية على كذا هذا الامر ان شاء الله تعالى تجاوزنا في يعني التصور الجديد لدورات ورث الانبياء بحيث تكون دورات مستقله ومكثفه اسبوعيه باوقات جدا مناسبه تراعي اوقات العمل للناس وتراعي ايضا اوقات الصلوات صيفا وشتاء ايضا تم اختيار المتون او المواد العلميه بعنايه سيتم ان شاء الله تعالى الان بصدد الترتيب مع المشايخ والدكاتره كلهم باختصاصه وستكون ان شاء الله تعالى ايضا حتى خارج الكويت عن طريق الاستفاده من وسائل التواصل والنقل لها المباشر، فان شاء الله ستكون باذن الله يعني كما يقال غره في يعني جبين الاعمال الخيريه او الاعمال الدعويه في ممتاز. جمعيه انسان باذن الله عز وجل. نعم. جزاك الله خير. يمكن اللي قاعد يشوفونه من خلال التلفزيون تقدرون تضيفون الأكاونت مكتوب قدامكم، اكونت جمعيه انسان الخيريه اللي وده يتواصل وياهم او يتبرع ايضا من خلال موقعهم بس يكتب انسان. دوت كي دبليو مثل ما هو طالع وياكم انسان دوت كي دبليو وتقدرون تضيفونهم بتويتر وانستغرام وايضا تشوفونهم من خلال موقعهم وتتابعون مشاريعهم الخيريه يمكن من خلال البحث دكتور عثمان وجدت مشروع تحت اسم وقف انسان مهم جدا ان نتكلم عنه اكثر ونفهم شنو يعني الوقف وشنو فائده الوقف طبعا الوقف من أجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله يقول أول مال يعني حصلته بعد, غز بعد فتح خيبر يقول وليس عندي أعز منه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت منه أن أنفقه فقال احبس أصله وتصدق به وهو ما يسمى بالوقف ف والوقف هذا يعني جرى عليه عمل الناس قديما وهو الأشياء النافعة جدا حيث إنها مستمرة بل فيما بلغني أن جامعة هارفرد في أمريكا من أعرق الجامعات العالمية إن لم تكن أعرقها جميعا وقف وقف <applause> يعني في شخص تبرى في هذه الجامعة وقف نعم وقف مستمر وقف فما بالك لما يكون الوقف قدام عيونك داخل الكويت نعم وتتقرب به إلى الله وترى الوقف أمامك ومخرجات هذا الوقف نتائج هذا الوقف تأخذها ثم تعمل بها صاحب الأوقاف في الكويت لو ترجع إلى الأمانة العامة الأوقاف تشوف أوقاف نعم. الكويتيين في السابق تتعجب تتعجب إلى درجة أني جلست مرة مع أحد الموظفين في الأمانة يقول احيانا لا ندري ماذا نفعل بالمال. من كثره الوقت من كثره التغارب. الوقف وهذه نعمه عظيمه جدا في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد. العمارات البيوت اللي حول مكه اكثرها وقف يعني وقف لاناس من الهند من افغانستان من الصومال قديمه. دكتور افهم من كلامك ان هذا الوقف قد يكون مبنى تمام يتم تاجيره نقول مثلا كعماره يتم تاجير هذه العماره يتم شرائها من خلال تبرعات الوقف نعم ومن ثم اي مدخول ياتي لهذه العماره صدقات صدقات مشاريع وكذا يعني اكبر وقف موجود قديم الى الان موجود وقف عثمان بن عفان الى الان موجود؟ موجود الى الان عمره 1430 سنه وين موجود دكتور؟ موجود في المدينه المنوره الى الان في حساب بالبنوك هناك عثمان بن عفان وقف عثمان بن عفان يعني اتخيل لما يعني شوف الاستدامه شوف الاجر الدائم من 1430 سنه لليوم شيء مو طبيعي اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث نعم. احدهم صدقه جهريه صدقه نعم. سبحان الله وهذه قد تقع و يعني فكره اقولها من خلال المارينا اليوم لعل وعسى حد جاي يسمعنا ويطبقها ويا رب اليوم مشروع الوقف تقدرون من خلال موقع جمعيه انسان تشوفونه انا لك ان تتخيل وانا بقول الفكره تفضل التبرع لاسرتك بس مثلا انت وخمس اشخاص تبرع بخمس دنانير مثلا ونوي لله ان كل دينار عن فرد من افراد عائلتك فانت عملت الاجر لك وايضا عملت لاسرتك تتحبهم خيركم خيركم لأهلك فاليوم تحب انك تتبرع وان كان مبلغ بسيط جدا لكن أثره 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 عظيم جدا لا تنظر إلى قلة المبلغ وكثرته أبدا والله يبارك سبحانه وتعالى أي مثل سنبلة أخرجت سبع سنوات مثل ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة مئة حبة الله. بعدين والله يضاعف لمن يشاء أي يعني ما في نهاية ما, <تصفيق> في نهاية <applause> <applause> ما في نهاية وهذا الشيء اللي يخلينا بسالم سؤال بس ما عندكم بالموقع مثلا عشر دنانير أو 10 إجبار يعني عندكم التبرع من دينار ابو من دينار الى ما لا نهايه الى ما لا نهايه وهو عند الله سبحانه وتعالى دينار عند الله سبحانه وتعالى عظيم لا شك وممكن من خلال الموقع قاعد اشوف عندكم بعض المشاريع يعني تبارك الرحمن مقربه يعني عندكم مشروع معلم الناس الخير وهذا مشروع يعنى بتعليم القران وخيركم من تعلم القران وعلمه فاليوم قاعد اشوف ان المشروع تبارك الرحمن قريب ويسكر وممكن اللي يدشون الموقع يشوفون مشروع معلم الناس الخير ترى باقي بس 341 دينار ويتسكر المشروع لك أنت تتخيل لو أنك تتبرع بدينار بس قد يرى البعض أن هذا الدينار أمر بسيط وهين نصرفه بدون ما نحسب له قيمة ولا حساب لكن لو أنك تحطه في معلم الناس الخير ولا الوقف أعمال جارية اليوم أنت من خلال هذا المشروع إذا طلبة قرأوا القرآن ومن خلال معلم الناس الخير تشاركهم بالاجر تشاركهم بالاجر احسن صحيح. شيخ نواف صحيح. تشاركهم بالاجر صحيح والله العظيم ان يعني اسهل اسهل الأمر... اسهل من هذا الموضوع ما في بس يمكن مع ملهيات الدنيا ننسى شوي شوف آه... فيصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اذا تصدق احدكم بصدقه من كسب طيب تقبلها الله بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فلوه يعني المهر الصغير نعم. نعم. حتى ياتي يوم القيامه فاذا هي مثل جبل احد يربيها لك الله سبحانه وتعالى مثل جبل احد سبحان الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره الحين التمره كم تسوى؟ خمس فلوس؟ عشر فلوس؟ يقول اتقوا النار بشق نص تمره يعني لا لا تستقل ما تنفق سبق درهم مئة ألف درهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي تصدق بدرهم عنده درهمين فتصدق بنصف ماله ومن نفس طيبة بينما اللي يتصدق ب ألف درهم قد يكون عنده ملايين، مئة ألف درهم هذه ولا شيء بالنسبه ما يدري عنها صح زين؟ فالقصد ان الله تبارك وتعالى مو محتاج حق فلوسنا عشان نشوف كم دفعت ولكن اهم شيء كيف دفعت؟ النية من القلب اينا. احنا مستمرين ياكم طبعا في برنامج وصال تسمعونه كل يوم الساعه 12 الساعه 1 وياي انا عمر القصاص اليوم ضيوفنا جمعيه انسان الخيريه الدكتور عثمان الخميس وايضا الشيخ مبارك العازمي وايضا المهندس والشيخ نواف السالم لكن خلوني اطلع فاصل جدا قصير بعد اذنكم مشايخنا ونرد لكم خلكم معنا وصال برعايه بيت التمويل الكويتي بارك عليكم الشهر من بيت التمويل الكويتي وصال برعايه بيت التمويل الكويتي اسمعنا واستمتع برمضان مارينا اف ام تيوز لك وصال مساكم الله بالخير ردنا لكم من بعد الفاصل اليوم يعني جمعية إنسان الخيرية في برنامج وصال والبرنامج اللي دائما وأبدا راح تكون رسالة الأعمال التطوعية والخيرية وأيضا المبادرات الشبابية اليوم احنا بشهر رمضان اللهم لك الحمد عايشين بديرة خيرها سابق وخيرها واصل العالم كله وهذه نعمة من الله ولا إن شكرتم لا فأهم شيء أن نشكر ربنا على هذه النعمة اللي أنعم علينا فيها ولا تعد ولا تحصى يمكن قبل شوي تكلمنا مع الدكتور عثمان وايضا الشيخ مبارك العازمي على موضوع قيمة الانفاق والاعمال التطوعية، وقد يدفع الانسان مالا لا ي... لا يعلم اين سيذهب. يمكن يقول لك انا الحين صح أديش موقع انسان الخيرية واتبرع بدينار للوقف، لكن مو اليوم انت تصيده، تصيده ان شاء الله بالاخرة، يوم القيامة تعال شوف هذا الدينار كم دينار سوى، وشوف كم الاجر اللي صنعه هذا الدينار. فلا تستخسر بدينار مثل ما قال الدكتور عثمان قبل شوي استنادا على قول عليه السلام ولو بشق تمرة يعني مو خمس فلوس يمكن أقل من خمس فلوس لكن أبي أسأل المهندس الشيخ نواف السالم على نفس الموضوع أهمية الإنفاق وقيمته اليوم للمجتمع ليش المجتمع ينفق وليش يتبرع وليش يشارك بالأعمال التطوعية نعم من اذنت لي ابو فيصل يعني قبل الجواب او التعليق على ما تفضلت فيه الله يبارك فيك انا فقط طبعا. عندي يعني لفت انتباهي كلام شيخنا قبل قليل مع اخونا ابو سالم على موضوع الوقف أه حقيقه الان يعني من نعم الله سبحانه وتعالى كما تفضلت علينا واكيد الانسان لا يوفق لاي طاعه او لاي عباده الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا حقيقه الان من توفيق الله سبحانه وتعالى يعني قبل مثلا في السابق قبل سنوات يعني ربما سنوات ليست بالكثيره كان موضوع الوقف هذا قاصر على اهل المال واهل الغنى لان يعني بطبيعه الحال اغلب الاوقاف تكون عقارات فعامة الناس لا يستطيعون ان يوقفوا شيئا لان هذا الامر يعني في الغالب يكون حكرا او شيء محصور على اهل اهل المال اما الان بفضل الله تبارك وتعالى مثل هذه المشاريع الوقفيه فتستطيع ان تساهم بها ولو بالقليل كما تفضلوا المشاهقة بالقليل أيضا النقطة الثانية وهي من نعم الله تبارك وتعالى علينا مما سهل هذا الأمر تحديدا وهذا الباب باب الوقف أن ربما في السابق أيضا يجد إنسان في شيء من حتى لو كان عنده شيء من المال يجد شيء من الصعوبة يعني أين أضع هذا المال لمن أتجه صحيح. كيف أدفع الآن بفضل الله تبارك وتعالى هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا كما تفضلتم وهي قضية الدفع بالأونلاين يعني تستطيع الآن الدخول على الموقع بكل سهولة وأن يعني تدفع ما تجود به نفسك وما تستطيع من يعني مالك لدعم هذا الوقف وتعلم ان ما عند الانسان ينفد وما عند الله باق. أما ما ذكرت بارك الله فيك ابو على قضية ما هو العائد أو ما الذي يستفيده الانسان من المشاركة في التبرعات سواء الوقفية أو غير الوقفية بشكل نعم. عام التبرعات الخيرية. لا شك أن هذا الأمر طبعا في الآخرة وهو الأهم والأعظم وهو المقصود الأعظم كما قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز في نهاية الأمر يعني الدنيا معبر والآخرة هي المستقر والإنسان لابد أن يعمل لآخرته ومن أجل الأعمال الإنفاق في سبيل الله في أوجه الخير المقصود هذه يعني ظاهر إن شاء الله تعالى لكل من يستمع أما في الدنيا في عاجل أمره لا شك منافع عظيمة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيد ولا يعني ذلك ان ان الانسان اذا تبرع مثلا مثلا عنده يعني لو ضربنا مثالا عنده مثلا في بوكه مثلا 20 دينار طيب وتبرع بعشرة لا يعني ذلك أن هذه العشرة المتبقية ستزيد زيادة عينية الآن يراها صح إيه نعم لكن المقصود والله أعلم أو مما يقصد بهذا الحديث ولا شك شيخنا يعني أفضل مني من يعني يبين هذا الأمر ولكن بس فقط لي يعني بيان من فوائد هذا الحديث أن البركة تحصل أيضا في أمور أخرى كصحة الإنسان كالبركة في باله البركة في ولده البركة في زوجته وفي كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى أخيرا حقيقة فيما يعود على الإنسان بها كثير من الناس سبحان الله يقول يعني وجدت هذه الراحة النفسية وهذه السعادة والطمأنينة أن الإنسان فعلا يشعر بهذا الأمر شعورا حقيقيا أن الإنسان إذا قام بمساعدة الآخرين والعطف على الآخرين ومشاركة الآخرين همومهم لا شك يعود عليه بشيء من الانشراح والطمأنينة والسعادة نعم. وأهم شيء والله يضاعف لمن يشاء نعم هذه يا جماعة لا تنسونها لا تستخسر بدينار ولا تستخسر بشقة تمرة أبو سالم كان عندك إضافة تبي تضيفها أه قبل ننتقل إلى نعم. موضوع مركز أوغندا أه مثل ما تفضل الشيخ نواف في موضوع ما يعود بالنفع للإنسان وقد يعني النفوس ترجو عند الله سبحانه وتعالى وقد يعني ترجو شيء يعني عاجل ترى بعينها يعني غير قرة العين خلينا نقول بالكويتي نتائج هذه الأعمال صناع المعروف تقي مصارع السوء فهذه من الأمور اللي اللي يعني موجودة في دنياك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث داو مرضاكم بالصدقة بالصدقة لاحظ يعني هذا أمر في في الدنيا يقع وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصدقة في العلاج كعلاج فهذه من الامور يعني اللي ظاهره وموجوده والقصص فيها كثير عن موضوع الصدقه واثرها على الانسان في دنياه قبل يعني وفاته. هذا اللي سبحان الله اللي نعلمه وما لا نعلمه يمكن ما تدري الصدقه هذه وين توديك وين تجيبك شنو الرزق اللي الله ينعمه عليك من خلال صدقه يمكن تصدقتها ولا انت حاط لها اعتبار ولا حاط لها بال ولا شيء لكن قيمتها كبيره عند ربك لكن بشرط انك تخلص النيه لله سبحانه وتعالى ابو قبل شوي يمكن كنا قاعد نتكلم عن المشاريع اكثر وتكلمنا عن المشاريع اللي تصير داخل الكويت واهميتها ان يعني الاقربون اولى بالمعروف لكن ايضا في شق ثاني اخواننا المحتاجين في دول العالم وسمعت ان عندكم مركز اوغندا تكلمنا إيه نعم. عنه اكثر اي نعم أه طبعا احنا مثل ما قلنا لنا جمعيه انسان تحرص على داخل الكويت وخارج الكويت في خارج الكويت احنا يعني من ضمن الرؤيه اللي وضعتها الجمعيه والاهداف ممثله في مجلس الاداره جزاهم الله خير يعني مشايخنا الفضلاء مثل ما قلنا ان الجمعيه نعم. علميه فبالتالي السواد الاعظم في مجلس الاداره هم من اهل الفضل والعلم نمسي عليهم بالخير اللي هم نائب الرئيس الاستاذ الدكتور عادل المطيرات امين السر الدكتور خالد جال عتيبي أمين الصندوق الدكتور محمد عود الفزيع، أه عضو السدارة إدارة الدكتور بدر لطريجي نعم. اسأل الله يبارك وغيرهم صراحة من المستشارين والمعاونين لنا في تحقيق الأهداف. اليوم تكلم عن تخصص وممارسته، احنا اليوم ما حبينا نفتح في شتى البلاد. لضمان الجودة اخترنا ثلاث دول وانطلقنا بدولتين، الدولة الأولى في افريقيا وهي اوغندا والدولة الثانية في اسيا وهي الفلبين. نحط نماذج مشاريع تنجح ان شاء الله باذن الله نعممها على دول اخرى. لو نتكلم على اوغندا دولة واعدة اهلها يعني قابلين لموضوع التعلم والتعليم. اليوم عندنا مركز اوغندا للايتام لكن سميناه مركز انسان نموذجي ليش اطلقنا عليه نموذجي؟ لان احنا اليوم يعني نبي نبدي من حيث ما انتهى الاخرون. اليوم احنا ما نبي اليتيم فقط او اكله وشربه أو وذا يلشت اعطيه كسوه واذا يصيف نعم. اغير ملابسه، لا احنا ما نبي هذا الجانب فقط. احنا اليوم في مركز انسان نموذجي نعلمه ثلاثه امور. يتعلم الدراسه النظاميه وهذه من شروطنا في مركزنا. الدراسه النظاميه التي تقرها الدوله هناك. كذلك يتعلم العلوم الشرعيه. العلم الدين الوسطي في كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه وكذلك العلوم الشرعيه. ثم الامر الثالث يتعلم صنعه. والصنعه ما نقول فقط الامور الحرفيه، قد تكون امور تقنيه. في هذا المركز، المركز رغم ضخامه حجمه رغم يعني كثره الافكار اللي فيه، لكن هو مرحله اولى لمدينه كامله اسمها انسان. فاليوم اللي تشوفونه في موقعنا مركز انسان النموذجي هو اول مرحله لمراحل كثيره باذن الله سبحانه وتعالى يكون يعني مخرج هذه المشاريع مستقبلا انسان متميز كما هي رؤيه الجمعيه. في مركز انسان عندنا 300 الهدف 300 يتيم، 200 من البنين و100 من البنات الاناث. صمم المركز بشكل احترافي وهو موجود حتى في الجمعية كنموذج اللي يحب وكذلك في وسائل التواصل راح تشوفون التصوير والتصميم والمخطط البنات معزولين عن الذكور فيه منتزه لهم فيه معهد حرفي فيه مسجد فيه بيوت اذا فعليا هو نموذجي اي نعم وانا اشوفكم حريصين كجمعيه انسان في اكثر من مشروع الحين خذ بيدي مركز اوغندا النموذجي ان ما يكون فعلا مثل ما قلت مجرد صدقه تعطيها هذا الانسان بل هي الاستدامه اي نعم وهذا اكيد يعود ايضا على رؤيتكم ورسالتكم واستراتيجيتكم ان الصدقه تكون استدامه وايضا الوقف استدامه صح هذه كلها مشاريع تندرج تحت الاستدامه تفضل لذلك حتى في رؤيتنا انسان متميز انسان متميز نحن إن نحاول نخرج انسانا متميزا كل هذه تدور حول هذه يا رب قضية <تضحيح> تفضل باذن الله يعني بعد عشر سنين الاقي او 15 سنه الاقي اليتيم ان شاء الله اليتيم اللي يعني كان عن طريق ج... جمعيه انسان هو انسان متميز ال... الاسر التي يعني نرعاها باذن الله يخرج منها انسان متميز وهكذا كذلك في موضوع الوقف في في حرصنا في مشاريعنا الكبيره ألا تخلو من الوقف فمركز انسان اللي هو اول مرحله لمدينه انسان يشمل آه وقف الان بين وقفين، الوقف الاول مزرعه وريعها ومحصولها يكون يعني يغطي جوانب من المركز وكذلك عندنا آه بناء مثل خلينا نقول مول صغير آه توضع فيه الدكاكين كذلك هو مشروع وقفي في هذا المركز فمركز انسان مركز متكامل أنيت للمشاريع ففيه مشاريع مسجد وبئر وان جيت للكفاله فهو كفاله ايتام وان جئت الى الاوقاف فهو فيه وقف فهو مشروع متكامل نموذجي الخطط التربويه يعني وضعت من مختصين العلوم الشرعيه اللي فيه وضعت شريطتنا وجود النظام التعليمي النظامي فهو مشروع متكامل مرحلة أولى لمدينة بإذن الله سبحانه وتعالى نشوفها بإذن الله سنوات القادمة بإذن الله يمكن من خلال كلامك سالم أنا دشيت على موقع جمعية إنسان الخيرية وقاعد أشوف المشاريع والأرقام قاعد تتغير إن شاء الله مركز إنسان نموذج واصل ما يقارب الواحد بلي واحد وثمانين من اكتمال المشروع فبمعنى أنه باقي 19 بالمئة اللي يحب يعجل اللي يحب يشارك يعجل يعجل إيه معلم الناس الخير ما شاء الله قاعد تغير الارقام حاليا وصل 98 ما شاء الله بالمئة وايضا مشروع الوقف واصل ما يقارب او بالضبط 89 بالمية ايضا اي نعم ف... ابو فيصل بعدين احنا كل ثلاث ايام ننزل مشروع اه ففي ف... مشاريع ف... غير ف... هذه في رمضان دعوه عن. يعني للساده المشاهدين والمستمعين ان متابعه حسابات الجمعيه الجمعية يعني الحسابات لا تخلو من الإعلان كذلك التوثيق إحنا حرصنا إن يشوفون أعمالهم كذلك الأمور العلمية ولقاءات مع مشايخنا الله يبارك فيهم المفيدة شبه يومي يعني هذه نعم الأمور فاحنا ندعوهم لمتابعة حسابات فاللي يبي يتابع الجمعية يقدر من خلال السوشيال ميديا أو من خلال موقع يكتب جمعيه انسان الخيريه وراح يطلع لهم الاكونت او يكتب انسان دوت كي دبليو ايضا راح يطلع لهم الاكونت ممكن يضيفهم ويتابع مشاريعهم اللي قاعد تصير طول السنه مو بس في رمضان راح نتكلم في اخر سيجمنت بعد شوي عن بعض الامور بدون لا اقول شنو هي لكن خلوني اطلع فاصل جدا 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 قصير وارد لكم خلكم ويانا يعني في برنامج وصال شوي ورادي لكم <applause> مستمرين وياكم مع جمعيه انسان الخيريه الدكتور عثمان الخميس وايضا اخونا الغالي مبارك العازمي وايضا المهندس الشيخ نواف السالم تكلموا قبل شوي عن مشاريعهم لكن المشاريع لا تخلو من اسئله فاذا تسمحون قبل ان نتطرق الى بقيه المشاريع واهدافكم في الربع الاول من هذه السنه خلوني اسال سؤال اذا تسمحوا لي اسال الدكتور عثمان الخميس هذا السؤال اللي بوجهه نظري قد يكون مهم بالنسبه لي انا ك انسان في هذا المجتمع أنه قد يقول البعض ان الجهات الخيريه او المشاريع الخيريه كم تيمع؟ مليون تاخذ نسبه 1% 2% 3% وهذا الشيء يعني قد قد يسبب ابتعاد لبعض الناس فشنو ردك دكتور على مثل هذا هذه الاغلوطه نقدر نقول او الشبهه في الجمعيات الخيريه؟ آه نعم آه طبعا بالنسبه لهذه النسبه اللي تاخذها الجمعيات طبعا هذه موافق عليها من قبل وزاره الشؤون نعم يعني وزارة الشؤون لا شك أنها تهتم بقضية إن انضباط العمل الخيري وغيره فهي من النسبة من حيث الجملة موافقة فيها موافقة رسمية ممتاز. يعني هذا الأمر الأول الأمر الثاني الجمعيات بشكل عام مبرات عندها أيضا مصاريف كثيرة جدا يعني عندها موظفين يبون معاشات نعم. عندها مقر يبي أجار عندها اعمال قرطاسيه اشياء كثيره جدا يعني تحتاج فيها الى حتى يتم العمل طبعا نعم. طبعا هما كل شيء يبيله زين آه فلذلك اللي ياخذون نسبه يعني معذورين في هذا الامر لكن ما دل... ياخذون نسبه بمعنى ان الجمعيه اليوم ما تاخذ نسبه جمعيه إنسان خيريه نعم نعم آه. يعني مجلس, مجلس الاداره لما اجتمعنا وطلع هذا القرار ان النسبه اللي ناخذها من المشاريع صفر ما تاخذون نسبه ولا نصف بالمئة ابدا لاعمالكم للموظفين للعاملين عليها هذه هذه عاد هنا القضيه فعلا هذا يعني يسبب لنا شيء ما شيء من ما القلق لكن الحمد لله البلد هذه فيها خير يعني بعض المتبرعين الله يجزاهم خير يبارك فيهم ويبارك لهم فيما اعطاهم لما سمع هذا الامر جاءنا قال لنا سنه كامله المقر علي جزاه الله خير اجاره واحد ثاني قال معاشات الموظفين علي لما يسمعون ان انتم ما تاخذون نسبه لما يسمع انك ما تاخذ نسبه هذا يجيك يفرح بهالشيء هذا يعني الله سبحانه وتعالى تترك شيء يعطيك شيء سبحانه, سبحانه وتعالى فلذلك احنا لما قررنا ان ما ناخذ نسبه من باب انه يعني آه الناس تطمئن انه كذا لكن ايضا عندنا مصاريف لكن الحمد لله يعني في تعويض في التبرعات الحمد. العامة للجمعية في بعض الصدقات المحسنين اللي يقصدون هذا الباب والله يعني ما ادري بوجهه نظري الشخصيه قد اشوفها ميزه لا يعني ان الجمعيات الثانيه يعني لا 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 على خطا ابدا لا لا مثل ما قال الدكتور ان اليوم الشؤون كوزاره تمنح الجمعيات تسمح الخيريه لا وتسمح تسمح ايضا ان ما في مشكله تبي تاخذ أبدل نسبه أبدل نحدد لك اياها لكن اليوم جمعيه إنسان الخيريه ما تاخذ ولا ربع بالمئه من الصدقات بل بالعكس ان كان عندهم بعض المصاريف في متبرعين خاصين لهذه المصاريف لكن الصدقات نفسها ما ياخذون منها نسبه وهذه نقطه مهمه جدا ان ناكد عليها من خلال برنامجنا اليوم أه وهذا ايضا عفوا هذا ايضا من اسباب الحرص على الوقف ليكون هذا الوقف ايضا مدخول للجميع مثل هذه الاشياء نعم احسنت احسنت دكتور وغيرها طبعا شيخ نواف قبل شوي يمكن تكلمنا عن عده مشاريع لكن عندك ايضا مشروع أه مجهز لنا اياه اليوم تبي تطرحه تفضل الله يجزاك خير. يعني عوده على المحور قبل الفاصل قبل قليل اللي تكلم فيه اخوي مسالم فيما يتعلق بنشاط الجمعيه خارج الكويت ومشروع اوغندا. حقيقه يعني نبين في جمعيه انسان في يعني تكامل في الادوار. يعني الجمعيه هدفها الاسمى او الكبير وهو نشر العلم ودعم طلبه العلم. فلذلك اي مشروع حتى خارج في الكويت لابد يكون في تكامل من حيث المتابعه الدعويه ونشر العلم في هذه المراكز التي تبنى من قبل المتبرعين من خلال جمعيه انسان. في حقيقه مشروع عندنا في القضاء العلمي يعني ينسجم مع هذا الامر وهو مشروع رحمه للعالمين. رحمه للعالمين يعني اخذ من تعد هذه صفه من صفات النبي عليه الصلاه والسلام. أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه بما أتى بهذا الدين العظيم وهذه الشريعة السمحة فهذا المشروع يعنى حقيقة بدعوة غير المسلمين أو المسلمين الجدد سواء داخل أو خارج الكويت ونحن بفضل تبارك وتعالى يعني في القطاع العلمي تابع الجمعية جمعية إنسان الخيرية رفعنا هذا الشعار ويعني فتحنا باب التبرع من خلال إدارة الجمعية وضعوا مشروعا خاصا لاستقبال يعني استقبال التبرعات في دعم هذا المشروع رحمه العالمين وهو دع وهو دعوه الغير المسلمين سواء داخل او خارج الكويت وفضل الله تبارك وتعالى الان يعني بصدد التنسيق مع بعض الدعاه طبعا المرخص لهم وبالتنسيق طبعا عبر جميع القنوات الرسميه سواء وزاره الشؤون او الخارجيه الكويتيه هذه امور يعني لا شك ان فيها التزام كبير او التزام تام فحقيقه هذا المشروع فرصه لمن يريد أن يساهم في دعوة غير المسلمين أو وكذلك في تعليم المسلمين الجدد أمور دينهم فهي فالباب مفتوح وندعو حقيقة للمشاركة في هذا المشروع المبارك بإذن الله عز وجل حسن الله نعم. يبارك بالجهود وهذا المشاريع والكم الهائل من المشاريع اللي محضرينها برمضان تقريبا ما يقارب برمضان بس عشر مشاريع نعم لكن هذا الشيء خليني أفكر واستوعب أن العشر مشاريع ما بنت اليوم بهذه الطريقة الاستراتيجية المنظمة إلا ما بعد إنجاز أتى بالربع الأول لهذه السنة فلو تكلمنا أبو سالم كونك مدير عام الجمعية عن إنجازكم في الربع الأول في هذه السنة للجمعية أي نعم أخوي فيصل قبل لا أذكر لك ما أنجزته بفضل الله سبحانه وتعالى في ثلاثة شهور أولى فقط من عام 2021 أحب أشكر وزارة الشؤون لأن اليوم طريناهم جزاهم الله خير خصوصا يعني إدارة جمعيات خيرية ومبرات يعني جزاهم الله خير يشتغلون ليل نهار حتى لو دق عليهم عشر بالليل سواء الأخت المديرة أم يوسف أو المراقب أم محمد عبد العزيز العجمي جزاهم الله خير متعاونين يعني الإدارة صراحة نجاح الجمعيات بعد الله سبحانه وتعالى وجود هذه الإدارة المتعاونة جدا فجزاهم الله خير وعسى هذه الأعمال بميزان حسناتهم اليوم تكلم عن الثلاث شهور الاولى في عام 2021، طبعا 2020 احنا ثمان شهور فقط منها لان الجمعيه اشهرت اخر 2019 وزاولت في مارس 2020، فالجمعيه عمرها تقريبا سنه وشهر. اه الجمعيه بس لها سنه وشهر وكل هذه المشاريع تبارك الرحمن منظمينها من ومرتبين لها. اي بفضل الله سبحانه وتعالى اي نعم اي نعم 13 شهر رغم ان وجودنا في الله المستعان ازمه سأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا امين يا رب اليوم نتكلم عن الثلاث شهور الاولى عندنا في القطاع العلمي زال الله خير بقياده الشيخ نواف الله يبارك فيه وبجهوده آه, ينبثق تنبثق من القطاع اربعه مراكز في منها تحت القطاع على طول في منها باب اتفاقيات التعاون منها مركز النبراس السنه النبويه منها النادي اقتصاد الاسلامي منها مركز التبيان لتحفيظ القران الكريم وكذلك برامج العلميه الاستراتيجيه بقياده الشيخ نواف الله يبارك فيه. اليوم في خلال الثلاث شهور الاولى كان عندهم اكثر من 133 133 لقاء في المشايخ الله يبارك فيهم الشيخ عثمان والشيخ عادل والشيخ خالد اشجاع. عندنا في القران الكريم عندنا 28 حلقه أه وباذن الله ابشركم وابشر عند الشيخ يمكن ما قلت له اقول له على الهواء ان الايام القادمه يعني خلال هالاسبوع ممكن اثنين من الحافظات يختمون حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى تبارك الرحمن نعم بفضل الله سبحانه وتعالى كذلك مركز النبراس عنده اكثر من 30 مقطع نادي الاقتصاد اللي هو في جامعه الكويت هو في برعايه الجمعيه عنده اكثر من 25 دوره وعنده 44 برنامج وعنده 56 لقاء ترى هذا كله فقط في الثلاث شهور الاولى تبارك هذا الرحمن هذا في الجانب العلمي واحنا ما اغفلنا الجانب الاغاثي والخيري ابدا. كان لنا داخل الكويت اللي راح اقوله حق اهلنا في داخل الكويت 7000 سله غذائيه استفاد منها اكثر من 4000 اسره داخل الكويت تبارك كذلك الرحمن كذلك عندنا في العماله الفقيره في مشروع اطرد عنه جوعا وراح ينزل ان شاء الله في الايام القادمه في الموقع أه وصل إلى وثمانين ألف وجبة أو سلة قدمت لهؤلاء العمالة ومن خلال خبرتي في هذا الوقت أو الجائحة أن أكثر المتضررين ترى أخواننا العمالة الفقيرة والعاطلة فلذلك احنا حرصنا كثيرا ان يعني نتفقد هذه الفئه، كذلك عندنا كابونات شرائيه من راس مرفوع يستلم الكبون يروح مراكز التسوق اللي جزاهم الخير هم متعاونين معنا ويشوف شنو حاجته وهو بنفسه يختارها وعند الكاشير يعطي الكابون ويمشي من راس مرفوع كذلك الجمعية في الثلاثة وأربعين أسرة مشروع خذ بيدي موسمين واحد وأربعين شخص دخل معانا اللي اللي توظفوا 32 من تبارك الرحمن اي والله فضل الله سبحانه وتعالى الاغلبيه يعني توظفت خلاص اي نعم اي نعم وشقت طريقها خلينا نقول وهذه هذه عن طريقكم يعني ابعث رساله شكر للمحسنين والشركات اللي تعاونوا معنا يعني وكذلك احنا ندعو من يريد ان يتعاون معنا في هذا الجانب في سد الشواغر اللي عنده ترى احنا ان شاء الله باذن الله يعني راح نقدم لك افراد يعني خامه طيبه وتعلمت وتدربت وعندها الان المهارات. هذا في داخل الكويت، خارج الكويت خلال ثلاث شهور فضل الله سبحانه وتعالى 49 مسجد في الفلبين واوغندا عندنا 44 بير، عندنا مزرعه وقفيه، عندنا فصول دراسيه، عندنا 5000 مصحف تم توزيعه خارج الكويت وغيرها من المشاريع. تبارك الرحمن والله ما ما في كلمة يعني تصف المشاريع والإنجازات اللي سويتوها بالربع الأول من هذه السنة لكن ما أقول له عسى الله يبارك بالجهود وقبل الختام مهم جدا أن أخذ كلمة ورسالة أخيرة من الدكتور عثمان الخميس وأيضا راح أخذ من الشيخ نواف السالم وأخونا الغالي أبو سالم تفضل دكتور ابتداء أشكركم احنا اللي نشكرك وختاما أشكركم حقيقة على هذه الدعوة سأل الله تبارك وتعالى يبارك لكم آمين يا رب. في أوقاتكم وجهودكم الأمر الثاني أدعو الناس إلى أن لا يبخلوا بصدقاتهم ولو نظروا إلى أنها قليلة فهي عند الله كثيرة سبحانه وتعالى سبحانه فأنفق يا ابن آدم أنفق عليك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله فأنا أقول الإنسان يعني يتصدق ولو بالقليل فإنه عند الله كثير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جزاك الله خير دكتور شيخنا نواف السالم وطبعا ختامها راح يكون مع ابو سالم الغالي اخونا الغالي الله يسلمك. أه شيخ نواف رساله تبي توجهها للناس ان كانت تحمل معنى يعني معاكس للجهل او في نفس الوقت عن الاعمال التطوعيه والخيريه اللي قاعد تصير داخل الكويت. نعم يعني الرساله حقيقه في الختام طبعا بعد شكركم على هذه الاستضافه جزاكم الله خير وإتاحة الفرصة للتواصل مع الإخوة والأخوات أه حقيقة يعني أه يستطيع الإنسان من خلال جمعية إنسان بإذن الله عز وجل أن يشارك في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثير من الناس يقول أو يعتقد بأنه يعني أه يرغب في الحقيقة أن ينشر العلم وأن يبلغ سنة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وأن يبلغ دين الله تبارك وتعالى لما يعلم من الأجر المترتب والثواب الجزيل على تبليغ العلم ولكن يقول أنا لست خطيباً ولست طالب علم ولست يعني متخصصاً في العلم الشرعي نقول صحيح ولكن بهذه المشاريع التابع لقطاع العلم في جمعية إنسان بإذن الله عز وجل تستطيع أن تضرب بسهم في هذا المجال العظيم وهو الدعوه الى الله تبارك وتعالى ونشر الخير ويكون لك باذن الله عز وجل اجر هذا الخير العميم وهذا العلم الذي ينتشر والذي يكون باذن الله عز وجل سببا لهدايه الناس الى هذا الدين القويم فندعو حقيقه انفسنا اولا واخرا اولا واخواننا واحباتنا في يعني من يستمع للمبادره في المشاركه في هذه المشاريع أه نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع ونساله الاخلاص والقبول جزاكم الله خير اللهم امين وعسى الله يتقبل منكم عملكم وافعالكم وعلمكم في نفس الوقت اخونا مبارك العازمي مدير عام جمعيه انسان الخيريه كلمه اخيره الى كل انسان قاعد يسمعك من خلال مارينا فام او قاعد يشوفك من خلال مارينا تي في جزاك الله خير ابو اشكركم على اتاحه الفرصه وعسى الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا الصيام والقيام وكل الطاعات اخر شيء ابي اقوله التبرع في جمعيه انسان ليس فقط في المال كذلك في تقديم الامور المعنويه في التطوع في يعني تحقيق اهداف الجمعيه كذلك من لديه يعني خبره في واضافه في مشروع خذ بيدي يكون عنده مهاره معينه يحب نعلم هذه الاسر كذلك هو نوع من انواع التبرع مثل ما تفضل أه شيخنا الشيخ عثمان في هذا الجانب احنا ندعوه ان جمعيه انسان جمعيه أه تسعى لتكوين انسان متميز أه يعني لتكون معنا في هذه أه الرسالة وهذا الهدف أه وجزاكم الله خير مرة ثانية ويعطيكم العافية ونقول تقبل الله طاعتكم منا ومنك يا رب وأنا فعلا اللي أحتاج أني أشكركم ومطلوب مني أني أشكركم لقبولكم لدعوتنا في مارينا اف ام او مارينا تي في او حتى في برنامج وصال. صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ابي اشكر الدكتور عثمان خميس رئيس مجلس اداره جمعيه انسان الخيريه وايضا الاخ الكبير مبارك العازمي مدير عام جمعيه انسان الخيريه وشيخنا الغالي والمهندس نواف السالم مدير القطاع العلمي في جمعيه انسان الخيريه واللي يبي يتواصل وياهم من خلال جمعيه انسان الخيريه يقدر من خلال السوشيال ميديا يكتب انسان KW انسان اسف دوت كي او يكتب بالعربي جمعيه انسان الخيريه واليوم من خلال هذه المنصه ندعو جميع الجمعيات الخيريه والفرق التطوعيه والمبادرات الشبابيه انه يصال فاتح ايده لكم والمارينا اليوم تقول لكم حياكم ويانا تعالوا قولوا اللي عندكم وبالعكس احنا ايدنا بيدكم عشان نقدم الرساله ولانه قاعد اكرر كل يوم ان الاعلام رساله واحنا حريصين على هذه الرساله بالختام ابي اشكر كل من سمعنا او شافنا وايضا اردد واذكر الناس بشكري الخاص جدا لجمعيه انسان الخيريه لقبولها دعوه برنامج وصال كنت وياكم اخوكم عمر القصاص في برنامج وصال تسمعوني كل يوم من الساعه 12 للوحده وحده ما عدا يوم الجمعه تسمعوني الساعه وحده شكرا للجميع شكرا للمرينة ان سمحت لنا في هذه الفرصه وايضا شكرا لاخوي الغالي محمد عبد الرحمن من فريق الاعداد نشوفكم باكر ان شاء الله الساعه 12 خلكم ويانا في برنامج وصال مع السلامه